هددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الغاز والكهرباء بتوسيع رقعة الاحتجاج واستعمال كل أساليب الضغط على الوصاية، بما في ذلك الإضراب الذي قد تشهده كل فروع شركات مجمع سونا الغاز في الأيام القادمة، الأمر الذي سيؤثر على عملية تزويد سكان المناطق التي سيمسها الإضراب بالغاز والكهرباء في عز أيام الشتاء وفي ظل سوء الأحوال الجوية التي تشهدها الجزائر. أعطينا مهلة 15 يوم للوزارة باش تتخذ كامل الإجراءات باش تحل هذه المشاكل هذو. في حالة ما إذا ما كانش مش استجابة، احنا برمجنا 15 يوم يعني كمهلة للوزارة. قلنا باللي غادي نساعدوا في الأمر يعني باحتجاجات باعتصامات بكل الأمور اللي من حقها باش نجيبوا حقنا يعني. هذا الجدل الواسع بين النقابة والإدارة وسلطاتها الوصية يأتي بعد أن قدمت النقابة مجموعة من المطالب والانشغالات لإدارة المجمع وهيئة يوسف يوسفي قبل أن يصل النقاش إلى طريق مسدود ستعود تداعياته على المواطن بالدرجة الأولى. في نقاش مع مستشاري الوزير على مستوى وزارة الطاقة وعدونا باش يتكفلوا بالانشغالات وين القضايا المطروحة من قبل النقابة، المطالب اللي يقوم بطرحها في ولا النقاش اللي يسمعها في النقاش مع الوزارة. كاين الأولى يعني تمثيلية النقابة يعني الاعتراف إدارة المجمع بالنقابة. تخوفات كبيرة وسط المواطنين من تنفيذ النقابة الوطنية المستقلة لعمال الغاز والكهرباء لتهديداتها والمتمثلة في شن إضراب سيمس 48 فرعا للمجمع، الأمر الذي من شأنه أن يربك عملية إمداد السكان بالغاز والكهرباء.